الفنانة جمانة مراد شاركت في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل عتبات البهجة مع النجم يحيى الفخراني، وقدمت من خلاله شخصية نعناعة. مشاركات جمانة مراد في الدراما التلفزيونية بتكون في معظمها من خلال موسم رمضان، لأن ده التوقيت اللي هي بتفضل تظهر من خلاله، على الرغم من رأيها في المسلسلات اللي معروضة خارج الموسم واللي هنعرفه منها في لقائنا معاها. الشرك يغور حتى لو في طبق فوق. خد خدت ايدك كيف وليه؟ ده انا غلطانة وانا عليك النجاح كله. النجمة جمانة مراد بتكون حريصة دايما على التواجد في موسم شهر رمضان بعمل درامي او اكتر. يا باشا انا ست شقيانة وغلبانة. لكن هل بيكون عندها نفس الحرص على تقديم اعمال خارج موسم رمضان؟ اكيد يهمني تواجدي في رمضان، اكيد مش هننكر ان شهر رمضان المنافسة فيه مختلفة، الناس بتبقى مستنية بشكل مختلف كل حاجة، فاكيد يهمني وجودي في رمضان، بس في نفس الوقت في اعمال بتعرض بره رمضان بتكتسح يعني وبتتشاف كويس جدا، فهما الاثنين مهمين، بس ده ليه طعم وده ليه طعم. باين على وشك كده ان الست عليا وحشتك والبيت فضي عليك، انا عارفه تلاقيك حاسس بالوحده يا حبه عيني. ما هو البيت من غير ست ما يبقاش بيت، لا اكله نظيفه ولا هدمه نظيفه، تحس ان الدار مش دارك اللي اتعودت عليها. وبعد حوالي 25 سنه من الاعمال الفنيه الكتيره اللي قدمتها جمانة مراد، حبينا نعرف منها اذا كان فيه نوعيه ادوار واعمال معينه لسه ما قدمتهاش ونفسها انها تقدمها. يا ده انا حاسه ان انا ما عملتش حاجه، نفسي اعمل حاجات كتيره جدا. يعني لسه جوايا كتير والله العظيم، انا ماليه دعوه بحاجه، اقسم بالله اقسم بالله. ومن الملحوظ ان تركيز نشاط جمانة الفني بيكون على الاعمال الدراميه اكتر من السينما. بص انا بحب السينما، مش هكذب عليكي بحب السينما قوي، واكيد نفسي اعمل حاجات كده مختلفه في السينما، بس الدراما مهمه، انا شغاله على الاثنين يعني شغاله على الاثنين.